دكتور طارق فهمي أستاذ العلوم السياسية. مساء الخير على حضرتك يا دكتور. في ظل اشتعال الأوضاع في قطاع غزة وعلى الأراضي الفلسطينية، كيف تقرأ تصريحات وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن؟ مساء الخير على حضرتك. بطبيعة الحال من الواضح أن هناك تطورات، وتبدو هذه التطورات إلى حد ما يمكن اعتبارها إيجابية بشأن الإفراج عن الرهينتين. هو طبعا كانت هناك اتصالات، لكن أعتقد أنه الأهم هو ما هو قادم بالنسبة لكل الرعاية وليس الرعاية الأمريكية فقط. تحدث بلينكن كما أشرت إلى الرهائن الأمريكيين، وأيا كان طبعا عددهم، لكن هناك أعداد من الرهائن الآخرين. صحيح. لا نعلم أعدادهم، هناك تكهنات متعددة من مصادر متعددة، لكن مسألة الرهائن والإفراج عنهم يأتي في إطار السعي لتهدئة الأوضاع إلى حد ما، وبناء إجراءات ثقة قبل وقف إطلاق نار أو غيره. هناك طبعا يعني كثير من الإشكاليات التي يمكن الإشارة إليها، لكن بطبيعة الحال هو شرط مهم للإفراج عن الرهائن، بصرف النظر عن أي تطورات وبصرف النظر عن أي جنسية سواء كانت أمريكية أو أوروبية. بالتالي القضية ليست في جنسية تم الإفراج عنهم، لكن في التعامل بجدية مع هذا الملف، لأنه الملف الشائك وهو مرتبط طبعا بأعمال الإغاثة ودخول المساعدات وتقديم كامل الدعم لأبناء الشعب الفلسطيني. فهذا جزء من كل وملف ضمن ملفات، يعني بالتالي يجب ألا يعني نقول أنه الإفراج هو خطوة بطبيعة الحال خطوة جيدة يمكن أن يبنى عليها، لكن هناك ملفات أكثر خطورة وأهمية. وما حدث هو جزء طبعا في آليات التفاوض حضرتك، يعني آليات التفاوض وإرسال كل طرف لرسائل قد تبدو إيجابية سلبية في نفس التوقيت، لكن هو تحريك للملف بطبيعة الحال. دعينا نقول أنها خطوة لابد أن يعقبها خطوات من قبل الطرفين، يعني من قبل حركة حماس ومن قبل أيضا الجانب الإسرائيلي، خصوصا أنه الإدارة الإسرائيلية تسلمت الرهينتين، وبالتالي أعتقد أنه هتبقى في خطوات. التبعات الإيجابية لهذه الخطوة لتسليم الرهينتين، يعني هي رسالة أولى من حماس. رسالة أولى من حماس يجب تفهمها أن حماس ربما بتعيد تقييم الأوضاع في هذا التوقيت، وهي جزء من رسالة، لا أريد أن أقول رسالة إيجابية، لكنها رسالة أولى لعل الطرف الآخر يتفهمها ويتعامل معها بجدية. طبعا تعلمي أن هذا التطور تم بعد زيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، تم بعد زيارة المسؤولين الأمريكان والأوروبيين، سواء كان رئيس الوزراء البريطاني، المستشار الألماني، الرئيس جو بايدن، ومن قبل وزير الدفاع الأمريكي ووزير الخارجية الأمريكية. هذه خطوة يمكن البناء عليها كما أشرت، هي يعني خطوة يجب أن نتعامل معها بحذر، لأن ربما إسرائيل ستفهم طبيعة ما هي به أو تعتبرها أنها رسالة للإدارة الأمريكية وليس لإسرائيل نفسها. وبالتالي علينا أن نتعامل بحذر مع هذه الخطوة. كما أشرت هناك خطوات أهم وخطوات أكثر أهمية أنا في تقديري الشخصي، تعمل إلى جوار طبعا فتح المعبر ودخول المساعدات والقيام بأعمال الإغاثة الدولية والتهدئة، لأن إسرائيل حتى مساء اليوم قبل أن تتحدث لا تزال تقوم بأعمال، ولا يزال المستوى العسكري يهيمن على الأوضاع في المشهد في إسرائيل. بعيدا عن التصريحات، يعني ربما شدني المتحدث العسكري باسم حركة حماس حينما غرب بالإفراج عن المعتقل الرهينتين، هل هذا مستوى عسكري في حماس؟ بطبيعة الحال رسالة أن المستوى العسكري هو من أفرق وليس المستوى السياسي. إذن العسكريين من قبل الطرفين هم الذي يتعاملون، المستوى العسكري في إسرائيل والمستوى العسكري الميداني، يعني ظهور أبو عبيدة وتصريح وتغريدته السريعة العاجلة رسالة تعطي دلالات معينة في هذا الإطار. أما يعني الرؤى الدبلوماسية المصرية غدا في قمة القاهرة للسلام، وضرورة يعني وجود صوت واحد للمجتمع الدولي إقليميا ودوليا غدا في القاهرة، كيف يمكن أن يؤثر هذا إيجابيا على الأوضاع في قطاع غزة؟ يعني سيدتي، القاهرة لا تتحرك على جزئيات، القاهرة تتحرك في إطار أشمل وإطار أوسع،
وإطار يضم أطراف إقليمية ودولية بصورة كبيرة، وهذه هي الرسالة التي تقوم بها مصر في هذا التوقيت قيادة وحكومة وشعب. نحن نتحدث عن إطار أشمل، إعادة تفكير العالم بالقضية الفلسطينية، تأكيد على الثوابت المصرية والعربية بشأن القضية الفلسطينية. حضرتك، نحن نتحدث عن يعني دولتين لشعبين، دولة أنشئت ودولة يجب أن تنشأ وفق نص القرار 181 صادر سنة 47 والقادم الآن دولتين على الأرض. وبالتالي التحرك المصري هو التحرك الأشمل وليس تحرك على جزئيات، مع التقدير للتحركات الجزئية ربما يكون لها نتائج إيجابية تنعكس على مجمل الأوضاع بالنسبة للطرفين، لكن على رؤية القاهرة ومقاربة القاهرة هي المقاربة الأشمل. نحن نتحدث للعالم من مصر، ومصر يعني أعتقد خلال الساعات الأخيرة والأيام الأخيرة كانت نقطة ارتكاز للأطراف الإقليمية والدولية، الجميع يسعى للتواصل معها. وأنت تعلمي حتى صباح اليوم رئيس الوزراء البريطاني التقى مع سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وكانت هناك خلال يعني اللقاء رسائل أطلقها السيد الرئيس أمام رئيس الوزراء البريطاني، أيضا أمام المستشار الألماني، أمام وزير الخارجية الأمريكي، وكانت الرسائل على الهواء مباشرة. رسائل واضحة وقوية دكتور طارق من قبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي في كل هذه المؤتمرات الدولية. كيف يمكن أن يؤثر هذا الموقف المصري الواضح على القرار الأمريكي والبريطاني والأوروبي بوجه عام على الأوضاع في قطاع غزة؟ نتمنى أن يؤثر بطبيعة الحال، لأنه إذا أردنا أن نهدئ الأوضاع ونبني إجراءات ثقة فعلى المجتمع الغربي، الدول الغربية والولايات المتحدة أن تتفهم جيدا المطالب العربية في الملف الفلسطيني وأن تعيد التأكيد على ثوابت التعامل الدولي. لا يكفي التصريحات الإيجابية التي يمكن أن تصدر بشأن يعني التعامل مع القضية الفلسطينية، لأن الجميع تبنى المقاربة الإسرائيلية والمنطق الإسرائيلي، وهو منطق مغالط بطبيعة الحال، لأنه منطق أكد على أمن إسرائيل واستبعد أن الدول العربية وأيضا الجانب الفلسطيني. فبالتالي أصبح الوسيط الأمريكي والقوى الغربية قوة منحازة، قوة تبحث عن أمن إسرائيل والدفاع عن أمن إسرائيل، وكأن الأمن لإسرائيل وليس للشعب الفلسطيني. وبالتالي هذا الأمر يشجع بل ويحرض الإسرائيل والمستوى العسكري الذي يدير الأوضاع في الدولة إلى مزيد من الانتهاكات والمزيد من الممارسات الإجرامية. وبالتالي أنا أعتقد أن القضية ليست في أننا نطالب بموقف أو وسيط يعني مؤيد أو نسيج أو موضوعي أو محايد إلى حد ما، لكن في النهاية أنت تتعاملي مع قوة دولية جائرة ودول كبرى تبحث عن مصالحها، يتحدثون عن الرهائن ويتحدثون عن الأسرى ولا يتحدثون عن الجهود الكبيرة اللي بذلتها الدول العربية ومصر. يعني مصر ربما هي بؤرة الارتكاز ونقطة الارتكاز الرئيسية التي تتحرك منها كل الأمور، والعواصم العربية والأوروبية تتحرك من خلال التحرك المصري، وهو تحرك مهم للغاية. أنا في تقديري أنه دعوة حضرتك لمؤتمر إقليمي ودولي للسلام جاء في توقيت له دلالته من حيث الأهمية ومن حيث التأكيد على أن هناك خطرا يعني في الإقليم وسيؤدي إلى توتير الأجواء. بدون حل القضية الفلسطينية حضرتك لن يهدأ الإقليم ولن يستقر الإقليم، وستتضرر المصالح الغربية والأمريكية. يعني إذا كانوا ظنوا أنهم بمنأى عن هذا، بالعكس إذا ستتضرر الأوضاع. استمرار الأعمال العسكرية بهذه الصورة الغير مسبوقة في تاريخ المواقع العربية الإسرائيلية هي حسم لصراع وليس إدارته. كانت هناك منذ أكثر من 40 عاما إدارة للصراع العربي. اليوم هذه الحكومة اليمينية المتطرفة وهذا الجيل من العسكريين الهواة الذين يدرون المشهد في إسرائيل يبحثون عن حسم للصراع، وبالتالي خطورة كل الخطورة في التعامل مع ما تبقى من القضية الفلسطينية، قضية الاستيطان، القدس، إجراء عمليات الترانسفير التي تطرحها إسرائيل بأفكار شيطانية وأفكار مطروحة منذ أكثر من 40 عاما يعاد تدويرها للأوطان البديلة، سواء بالنسبة لمصر بالنسبة للأردن، وبطبيعة الحال لن يستطيعوا أن ينفذوها. هي جملة من الاعتبارات، جزء منها طبعا مرتبط بالوضع الديمقراطي وجزء مرتبط طبعا بالخبرات التاريخية في التعامل. بالتالي أعتقد أنه القوى الغربية التي تساند إسرائيل عليها أن تتحمل ما يمكن أن يأتي بها من تبعات، سواء كان في وجودها أو حضورها السياسي أو صحيح الصراحة. صحيح، أنا بشكر حضرتك شكرا جزيلا دكتور طارق فهمي أستاذ العلوم السياسية، شكرا جزيلا
على وجود حضرتك معنا.